لا 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 أتعلم أنا أتعلم. إحنا في المدرسة طلاب نتعلم ويا الأصحاب، نفتح للمستقبل باب نحيي في الوطن التجديد. إحنا في المدرسة طلاب نتعلم ويا الأصحاب، نفتح للمستقبل باب نحيي في الوطن التجديد. أتعلم أنا أتعلم حتى أفيد وأستفيد، وأعرف لما أتكلم إنه كلامي صح ومفيد. ليلى لا ليلى لا ليلى لا لا ليلى لا ليلى لا ليلى لا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا طلاب مدارس ابن خلدون، معكم الأستاذ إسماعيل سماحة، معلم مادة العلوم بابتدائية الياسمين بنين وطني والصف الخامس الابتدائي. وعنوان درسنا اليوم هو الشغل والطاقة. ما المقصود بالشغل؟ وكيف نقول أننا بذلنا شغلا؟ كيف تستعمل الطاقة لإنتاج الشغل؟ عزيزي الطالب، لكي يقال أنك بذلت شغلا فلا بد أن تبذل قوة لتحرك جسما مسافة معينة. فإذا حملت حقيبتك وسرت بها فإنك بهذه الكيفية تكون قد بذلت شغلا، لأن الشغل كما سنعلم هو القوة المبذولة لتحريك جسم ما مسافة معينة. لكي يتحرك هذا القارب لابد أن تبذل قوة من محركه ويتحرك مسافة معينة. في هذه الحالة يقال أنه بذل شغلا، فالشغل هو القوة المبذولة لتحريك جسم ما مسافة معينة. هب أنك رفعت ثقلا ثقيلا كتلته كبيرة ووقفت به مدة طويلة من الزمن، فأين الشغل الذي بذلته؟ ولو ظللت فترة كبيرة حاملا لهذا الثقل هل تكون قد بذلت شغلا؟ أحسنت. في حالة رفعك للثقل من على الأرض تكون قد بذلت شغلا، ولكن عندما تقف ولا تتحرك به في موضعه فلا شغل بذلته. إذن الشغل في حالة رفعك من هذا الجسم من على سطح الأرض إلى مسافة معينة أعلى إلى أعلى، بعد ذلك تكون لا تبذل شغلا. لماذا؟ لأنك لم تتحرك مسافة، وبالتالي يكون حاصل ضرب القوة المبذولة ضرب صفر اللي هو المسافة، لم تتحرك فالمقدار كله يساوي صفرا. إذن لابد أن تبذل قوة وتكون هناك مسافة تتحركها ليكون للشغل فائدة وقيمة معينة. عندما ننظر إلى درسنا اليوم الشغل والطاقة، إذا قلنا ما الذي يحدث للطاقة؟ الذي يحدث للطاقة أنها تتحول من صورة إلى صورة أخرى. فلو ذهبنا إلى
صفحة الكتاب صفحة 127 نجد أن هناك نشاطا، تعالوا بنا نفرض الفرضية ونمشي مع هذا النشاط خطوة خطوة. تتغير طاقة الجسم بفعل الجاذبية، فماذا يحدث لكرة زجاجية إذا جعلتها تتدحرج داخل إطار دراجة؟ إذن التجربة تحتاج إلى إطار دراجة، وكتابة الفرضية كالآتي: إذا لو تخيلنا هذا الشكل، ده إطار جزء من إطار دراجة، لو أنا وضعت الكرة المعدنية في هذا الاتجاه، فما الذي سيحدث لها عندما أتركها؟ ممتاز، ستتحرك داخل الإطار وترتفع في الاتجاه الآخر، ويعتمد ارتفاعها في الاتجاه الآخر على مدى ارتفاعها في الطرف الأول. إذن إذا زاد الارتفاع الذي انطلقت منه الكرة الزجاجية، فإن جميل توقعك وفرضيتك ممتازة، فإن المسافة التي تقطعها الكرة داخل الأنبوب في الاتجاه الآخر تزداد، كلما كان الارتفاع في الاتجاه الأول أعلى مكان إسقاط الكرة، فإن ارتفاع الكرة في الطرف الآخر داخل الأنبوب سيزداد. تعالوا بنا سنعمل معا في هذا النشاط ونسقط الكرة بهذا الشكل مع وضع علامات لارتفاع الكرة. نلاحظ أن ارتفاع الكرة في الجانب الآخر، لأن الكرة ستتحرك مسافة معينة، ارتفاع الكرة في الجانب الآخر سيزداد كلما كان هناك ارتفاع أعلى، فلو سقطناها من هذا المكان سترتفع مسافة صغيرة، أما إذا أسقطناها من بداية الإطار ستندفع في الاتجاه الآخر مسافة أكبر. تزداد سرعة الكرة وهي تتحرك داخل الإطار، وأعلى نقطة لزيادة السرعة لها في هذا الموطن، ثم تندفع في الاتجاه الآخر فتقل سرعتها حتى تتوقف وتعود مرة أخرى. ألاحظ، هنسقط الكرة من بداية النقطة محددة حتى تتوقف، وأكرر المحاولة عدة مرات من ارتفاعات مختلفة، أكرر الخطوتين الأولى والثانية السابقتين ونشاهد ما يحدث. في النهاية يزداد ارتفاع الكرة في الاتجاه الثاني كلما زاد ارتفاع إسقاط الكرة من هذا المكان، فلو أسقطناها من هنا سيكون الارتفاع إلى هنا مثلا، أما إذا كان الارتفاع من هنا فستندفع الكرة إلى مسافة أعلى في الاتجاه المقابل. لماذا توقفت الكرة في النهاية؟ في هذا الجانب ستتوقف الكرة وتعود مرة أخرى، لماذا توقفت الكرة في هذا الجانب؟ لماذا توقفت الكرة في النهاية؟ هل لسطح الإطار علاقة بذلك؟ فكر، أكتب فرضية وأصمم تجربة أتحقق فيها من ذلك، والسؤال ما زال يحتاج إلى إجابة: لماذا توقفت الكرة في النهاية؟ ممتاز، ستتوقف الكرة بالفعل بسبب احتكاكها بإطار الدراجة،
إذا لسطح الإطار إطار الدراجة علاقة في توقف الكرة، وكما علمنا من قانون نيوتن أن الجسم الساكن يبقى ساكنا والمتحرك متحركا. وهنا السبب: ما لم تؤثر فيه قوة تغير من حالته، وفي هذه الحالة الاحتكاك هو الذي يعمل على إيقاف الكرة المتحركة. إذا لماذا توقفت الكرة في النهاية؟ توقفت بسبب احتكاكها بإطار الدراجة. يتطلب تحريك الأجسام أو إحداث تغيير في شكلها شغلا وطاقة. ما الشغل؟ ما هو مفهوم الشغل؟ قد يكون رفع مجموعة صناديق على رف عملا متعبا، لأن علينا بذل شغل لرفعها من سطح الأرض إلى الرف، حيث تحتاج الصناديق عزيز الطالب الخفيفة إلى قوة أقل لتحريكها ورفعها على الرف، بينما الصناديق الثقيلة والكبيرة تحتاج إلى قوة أكبر لرفعها إلى الرف، كما أن القوة المبذولة لرفعها على رف منخفض تكون أقل، وكلما قل ارتفاع الرف قل الشغل اللازم لوضع الصناديق عليه. فما المقصود بالشغل؟ ما مفهوم الشغل من هذا النشاط؟ الشغل هو القوة المبذولة لتحريك جسم ما مسافة معينة. معنى ذلك أن الشغل يصبح حاصل ضرب قوة مبذولة في مسافة يتحركها هذا الجسم. ردد معي: الشغل هو القوة المبذولة لتحريك جسم ما مسافة معينة. فعندما أثرت قوة ثابتة المقدار في جسم وتحرك هذا الجسم في أثناء ذلك مسافة ما بتأثير هذه القوة وفي اتجاهه، فإن هذه القوة تكون قد أنجزت شغلا على الجسم يمكن حسابه من العلاقة التالية: الشغل يساوي القوة ضرب المسافة المقطوعة في اتجاه القوة. إذا لابد من الحركة لقطع مسافة معينة. أنا قلت في مثال: إذا رفعت ثقلا ووقفت به، في حالة رفع الثقل من على الأرض فأنا حركت الجسم مسافة من على سطح الأرض إلى ارتفاع معين، إلى رف معين، إلى مكتب، إلى طاولة معينة، هذا يسمى مسافة. حملي للثقل هذه المسافة أكون قد بذلت شغلا. أما لو ظللت به واقفا فإن محصلة الشغل على هذا الجسم لا تتعدى رفعه من على سطح الأرض إلى الارتفاع. لو ظللت واقفا به فإني لا أبذل في هذه الحالة شغلا حتى ولو ثقيل، أنا أتعب نفسي فقط بدون بذل شغل. إذن الشغل يساوي قوة ضرب مسافة. وعلى ذلك فإن وحدة الشغل حتكون بتساوي وحدة القوة. أحسنت أسمعك تقول، وهي النيوتن، ضرب المسافة بالمتر. إذن الشغل وحدة قياسه وحدة قياس قوة ضرب وحدة قياس مسافة. إذن الشغل
يقدر بالنيوتن ضرب المتر. وحدة الشغل هي وحدة القوة، وهي بالنيوتن مضروبة في وحدة المسافة بالمتر. إذن وحدة قياس الشغل نيوتن ضرب متر. هذه النقطة تمثل علامة ضرب نيوتن في المتر، نيوتن ضرب المتر. فإذا رفعت صندوقا وزنه 10 نيوتن، هذه القوة، فوق رف ارتفاعه 1 متر، فإن الشغل الذي بذلته يساوي 10 نيوتن في المتر، ويطلق على هذا التمييز نيوتن ضرب المتر اسم الجول. وكأن 1 نيوتن في ضرب 1 متر يسمى الجول. طيب إذا رفعت نفس الصندوق فوق رف ارتفاعه 2 متر، يكون الشغل المبذول 10 ضرب 2 بيساوي 20 نيوتن في المتر. 20 نيوتن في المتر أو 20 جول، لأن النيوتن في المتر بيساوي الجول، 1 جول. إذن الناتج هيكون في مثل هذا المثال الثاني 20 جول أو 20 نيوتن في المتر. كلما زاد ارتفاع الرف كلما تطلب مني ذلك بذل قوة أكبر لرفعه. ما السبب؟ الثقل هو والقوة المبذولة هي، ولكن هيرتفع إلى ارتفاع أكبر، إذن هضرب في مسافة أكبر لتحرك هذا الجسم، فيصبح الشغل المبذول أكبر في حالة رفعه إلى ما رف أعلى. أي الصناديق يتطلب شغلا أكثر لوضعه على الرف إذا كانت جميعها مملوءة بالكتلة نفسها، يعني المادة وكتلتها ثابتة؟ طيب إذن ما الشغل أو ما أعلى شغل سيبذل لرفعه في حالة الصندوق الذي يرفع على الرف الثالث في هذا المكان؟ أما هنا أو هنا فإن المسافة تكون بسيطة. لو افترضنا أن هذا ارتفاع متر وهذا ارتفاع متر وأن هذا ارتفاع متر، وأنني بذلت قوة مثلا 5 نيوتن، فحنضرب 5 نيوتن في 1 الأول هتساوي 5 نيوتن في المتر اللي هو تمييز الشغل. أما لو رفعتها مسافة متر مترين هيبقى 5 ضرب 2 هيساوي 10 نيوتن في المتر. طب وإذا كان الرف الثالث والمسافة ستصبح 3 متر، فإن الشغل المبذول يساوي 5 ثابتة، كما قلنا 5 ضرب 3 يساوي 15 نيوتن في المتر. إلى هنا أبنائي الطلاب نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم، على أمل اللقاء بكم في درس آخر. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.